عشان نعرف اكتر عن الموقف والمشاركه. احنا معانا على التليفون النائب اكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. مساء الخير سياده النائب. مساء النور حضرتك. اهلا وسهلا. شايف مشاركه المصريين ازاي؟ يعني اهميه ان المصريين في الخارج يشاركوا في الانتخابات. اولا المصريين في الخارج هم جزء اصيل من النسيج الوطني المصري. رسالة شكر لكل المصريين بالخارج اللي تكبدوا مشقة السفر ما بين المحافظات والأقاليم في مدن أو الدول اللي هم عايشين فيها. الحقيقة يعني المصريين بالخارج امبارح والنهاردة بيسطروا ملحمة جديدة للالتفاف حوالين الدولة المصرية، ثقتهم في الدولة المصرية وإنجازاتها، حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، لأن الأربع حملات رئاسية متواجدين ما بين الجاليات المصرية في عدة دول، فده دليل على الشفافية والتشاركية وفي نفس الوقت المنافسة العادلة. أظن إن إحنا هنبقى كمان قدام مشهد غدا الأحد في دول أوروبا وأمريكا في زيادة أعداد، لأن ده هيبقى يوم إجازة بالنسبة لهم طبقا لظروف العمل هناك، زي ما إحنا شفنا المواطنين في المناطق العربية أو في الدول العربية كانت نسبة مشاركتهم إمبارح والنهاردة عالية، إن دي أيام الإجازة اللي موجودة في الدول العربية. سيادة النائب أكمل، يعني حضرتك شايف أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كان بيها ثلاث مبادرات مهمة جدا للمصريين في الخارج، منها مبادرة السيارات ومنها مبادرة الأراضي والتالتة طرح الوحدات السكنية للمغتربين أو أولادنا في الخارج، المصريين في الخارج، شايف ده إزاي؟ الحقيقة ده طبيعي من الدولة المصرية وعظمتها أنها لا تميز أو تفرق ما بين المواطنين المصريين، لكن دايما الدوله بتحاول تعمل ربط جسور يعني الوطنيه والمواطنه ما بيننا وما بين المصريين بالخارج، مش كمان علشان الجيل الاول، عشان الجيل الثاني والثالث. ويمكن في رساله انا ادعو الاعلام المصري للتركيز عليها، معظم الناخبين من المصريين في الخارج في الانتخابات الامس واليوم يرفعون الباسبور جواز السفر المصري الاخضر بكل فخر وإباء ويفتخرون بوطنيتهم المصرية. احنا محتاجين ان احنا نركز على الصورة دي، وان الصورة دي مش كمان مش بيرفعها الجيل الاول، ده بيرفعها الشباب من الجيل الثاني والثالث اللي ممكن ما يكونوش نزلوا مصر او يعني تمتعوا بالحياة في مصر، لكنهم جذورهم الوطنية تعلن امام صديق مصري وافتخر. شفنا ده في كندا ويعني مشاهد جميله رائعه، وفي امريكا للجيل الثالث والرابع والخامس. الحقيقه الشباب عنده وعي جدا وبيفتخر بمصريته اكيد وباسبوره المصري. طبعا انا زي ما قلت يا سياده النائب انه كنت بتكلم من شويه على تصويت النجوم. النجوم هم مواطنين مصريين طبعا بالمقام الاول، لكن ثاني حاجه النجوم بالنسبه لي قوه ناعمه، هم ذراع مهمه جدا من اذرع الدوله المصريه، هم سفراء مصر بره. كمان انه المواطن المصري المغترب بره او لظروف شغله خليته خلاص يستقر بره. انا ليه بقول لك اهميه تصويت المصريين في الخارج؟ لانه في ناس خلاص استقرت بره وعاشت وبيتها وحياتها ودراستهم وخلاص بره، في ناس هاجرت لكن سايبين قلبهم هنا في مصر، سايبين حته من قلبهم هنا في مصر. في ناس يقول لك خلاص انا سبت مصر انا مش راجع تاني وانا مالي، لكن فكره وعيهم وادراكهم للمخاطر اللي بتحيط بالدوله المصريه والتحديات اللي بتعيشها المنطقه بشكل عام ومصر بشكل خاص والدور المصري كرمانة ميزان في المنطقة، هم فاهمين ومدركين ده، انه ده عليهم مسؤولية وهم صحيح. سفراء بره وهم صحيح. الطوابير دي رسائل كمان للناس او للدولة اللي هم عايشين فيها، انه المصريين لا هم صحيح موجودين هنا وبيشتغلوا هنا واستقروا هنا، لكن لسه مصريتهم موجودة وقلبهم مع مصر. طيب تصورك ايه وتقول ايه للمصريين اللي لسه المفروض ينزلوا بقى كمان شوية؟ الحقيقه ان احنا رسالتنا لكل المصريين في الخارج يعني اللي مازال لم يجلب صوته، انه قدامه فرصه يوم وساعات كمان للادلاء بصوته، ممارسه حقه الدستوري وواجبه الوطني، زي ما الانتخابات هي يعني حق دستوري المشاركه في العمليه الانتخابيه، هو كمان واجب وطني، لان دي رساله كل صوت من المصريين في الخارج بيدخل في صندوق الانتخابات وبيعلن عنه. انا عايز اقول لك انه ليه اثر كمان على الاستثمار. صحيح. جذب الاستثمار الاجنبي بيجي عن طريق تحليل نسب المشاركه والديمقراطيه في الدول. اظن ان احنا يعني دي رساله مهمه جدا، كل مواطن بيحط صوته في الصندوق ان كان في الخارج او في الداخل هو بيدي فرصه لمصر، فرصه استثمار جديده اجنبيه. صحيح. داخل الاراضي المصريه. صحيح.
بيدل على التحضر كمان والوعي عند الشعب. الحقيقه النسبه مهمه جدا جدا. بنشكر حضرتك سياده النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.